حضرتك مثلا ان هنا اللجنه 189 عدد الناخبين فيها 1990 المفروض ان هم بيدلوا باصواتهم هنا في اللجنه بقى. ماشي، دول مقيدين هنا على الجهاز. الجهاز دوت بمجرد ان الناخب بيجي بحط صوره البطاقه هنا بتوصل للجنه العليا في الانتخابات ان الناخب ده انتخب، ما يقدرش يروح ينتخب في حته ثانيه. وزاره الاتصالات هي اللي منزله المشروع دوت، بس هو مش متعمم في المحافظات كلها، يعني هم منزلينه دلوقتي بيجربوا بيه ونزل في انتخابات الرئاسه، ومنزلين وقت برضك بيجربوا بيه، ولو التجربه نجحت فهيبقى هيتعمم يعني ان شاء الله. بتساعد ان ما يبقاش فيه غش. بتاعتي انا مش مسجل هنا في اللجنه، فبحط البطاقه بتاعتي المذكور غير مسجل بخش في الناخبين، فدي يعني بتوضح ان انت هنا برضك في اللجنه او لا.